السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات فيبا. اليوم جبت لكم وجبه عشاء سهله وبنينه على طريقه المطاعم. راح نعطيكم السر اللي استعملوه المطاعم. الوصفه هذه راح تكون لا بيوري، وراح تكون راح يكونوا دي كوت تاع لوفو تاع العجل. هادو انا درتهم، تبلتهم البارح في الليل، بيتهم في التتبيله، واليوم رايحه نشويهم وتشوفوني كيفاش نحضر معاهم واحد الصلصه تهبل. التتبيله واش درت فيها؟ درت شويه زيت، درت شويه ملح، فلفل كحل، درت شويه تاع لو طون، جو بونس الزعتر ولا الزعيطره، نظن انها الزعيطره، والملح فلفل كحل حمار كما قلت لكم، زعيطره، زيت وشويه تاع حمار، ودهنتهم مليح، يعني مسدتهم مليح وخليتهم باتوا في هاد التتبيله. واليوم حضرت لا بيوري. واش درت؟ بسم الله، قشرتها، غسلتها وقصيتها وطيبتها في الماء والملح، صفيتها من هذاك الماء، رحيتها، ودركا راح نعطيكم انا كيفاش نديرها. جيت يعني تهبل، ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه. واش نروحو نديرو؟ نحطو شويه زبده، سا ديبون على الكونتيتي تاع الواحد اللي عندكم. البطاطا اللي درتو انا ببري حطيت واحد المغرف، حطيت هذيك الزبده، راني مطفيه النار مازلت ما شعلتش عليها. واش نزيد؟ تتبيلة اللحم تقدروا ديروها مع انواع بزاف تاع اللحم يجيكم رائع. نرجعوا لا بيوري، نروح نحط لها دي مورسو تاع فرماج، فرماج عادي، فرماج مثلثات، انا نشتيها تجي يبنن يبنن بزاف لا بيوري هكذا. نحط زوج برك، ونحط فيها عظمه خضراء يعني بيضاء، نزيدها لا بيوري تاعي. بسم الله هكذا، وحركوا مليح هذيك البيضه باش ما طيب لكمش في لابيوري هذيك، و ميم طون دوبنا الزبده والفرماج. ها هي، راح نحط لها شويه تاع حليب. كاينين اللي يديروا لها في بلاصه الحليب يديروا لا كريم ليكيد، انا الاكثريه ندير الحليب. تجي تهبل، الحليب على الكميه تاع البطاطا اللي عندكم، ما ديروش لا بيوري تجيكم جاريه، ما تخليوهاش ثاني تجي يعني يابسه بزاف. وحطوها على النار يذوب لنا مليح هذاك يذوبنا مليح هذاك الفرماج والزبده. فوالا ها هي، تجي رائعه في البنه البنات، سورتو العظمه والفرماج، البيضه هذيك اللي حطينا والفرماج يعطيوها واحد الطعم رائع. بقاو حركوا برك مليح باش ما يبقاوش هكا كلي طراف، طيب لكم العظمه ويبقاو كلي طراف، ومن طوي دوبنا داك الفرماج وتكون واجده. هذا ما كان، ومن بعد نروحوا نقليو مع بعضنا هذاك اللحم ونديروا له لاصوص تاعو، وتشوفوا معايا لا بيوري في صحن التقديم مع اللحم. هي كي يغلي شويه هذاك الحليب، تغلي شويه هذيك لا بيوري، وتشوفوا بلي الفرماج داب والزبده دابت، طفيو عليها تولوا تعود تحرق لكم، حركوا مليح وخلاص. كي تذوب هذيك الزبده والفرماج كلشي راهو طايب، وكلشي راهو يعني ما يحتاجش طيابها وين، وتكون واجده. طفيو عليها كي تبدا تلقاو كلشي داب، طفيو. ودركا باش نديرو نجيبو مقلة، نحطو فيها شوية تاع الزيت، نحطو لي كوب تاعنا لي تقلاو،
فوالا خليهم يتقلاو مليح الجهتين ونحيوهم. ودركا بعد ما تقلى لي اللحم ونحيتو هذيك رحت نسجي لاصوص. هزيت مغرفه كبيره تاع نشا، كما تعرفوا نشا لازم تذوبوه في الماء البارد. ذوبته في واحد الغرفيه تاع ماء بارد وحطيته مباشره في نفس المقلاه اللي قليت فيها هذاك اللحم، وبقيت ساعه نخلط في هذيك النشا والواحد في هذيك لاصوص. ومن بعد رحت زدت الماء صاديبون على الكونتيتي اللي راحين ديروا نتوما تاع لاصوص. دوبت هذاك النشا مليح، زدت له الماء، ومن بعد زدت خليتها شوي تقلات وزدت لها الماء باش النشا هذاك يخفف، باسكو راح نزيد نخلي هذيك لاصوص تغلي. وليت زدت الملح وزدت لها شويه فلفل الكحل باش ما تجينيش صامطه، وخليتها غلات شويه وعقدت. ومن بعد خلاص طفيو عليها وتكون لاصوص تاعكم واجده. سهله مهله البنات، سختو قلت لكم لازم ديروا لاصوص في نفس المقلات اللي قليتو فيها باش تهزوا هذيك البنه كل تاع اللحم هذاك اللي قليتو، وهذوك لي زيبيس اللي تبلتو بهم اللحم يبقاو لكم في هذيك لاصوص. واش نقول لكم، واحد البنه رائعه هكذا، يعني صلصه واجده في زوج دقائق. وها هي قدمتها مع لا بيغي ومع هذيك الكوت اللي قليت. نتوما حبيتو تحطوهم في ديفيرين صغار هكذا وتحطوا وحدكم لاصوص كيما حبيتوا، بعد على بريزونطاسيون ترجع لكم. بنينه رائعه هكذا، الطبق تاعكم ما يجيش جاف، يعني ما تجيكمش الماكله شايحه. وانا نقول لكم بقاو على خير، الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي اكبر عدد من اللايكات، ونقول لكم في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه، السلام عليكم.